ماشي انتوا مش عايزيننا نشرشن بنقصر في البيت، طب هات الراجل اللي يصرف بقى. لا شيليه، شيل، خليه يشيل شيلته يا بنتي، خليه يشيل شيلته. انت تشيلي غير شيلة غيرك ليه؟ انت ليكي داخل يا فاطمه، انت داخل البيت، ويا علي انت خارج البيت. لكن احنا كلفناها داخل البيت وخارج البيت، والسباك والسواق اللي بيوصل العيال، واللي ما اعرفش بتعمل ايه، واللي بتشوف ايه، واللي بتشوف المدرسه، كل حاجه. وتيجي تقول لها لا، ما انت، ما انت الزوجه صالحه. يا عم خليك انت راجل صالح، خليك راجل الاول، مش ذكر، لا خليك راجل، تكفيها هم الدنيا وهي تعينك على امر الاخره. نفهم صح، نفهم صح بالله عليكم. اما اجي احمل واحده واجي اقول لها كذا، ولا تقول لك ماشي انا هرضى بالقليل وهعمل كذا وهعمل كذا، لكن من فضلك احنا محتاجه على الاقل يكفينا، وانا عينه، وانا هقول له لا من عينه يا ست، نقوم نصلي وحد طيب. لكن قلب الموازين بالشكل ده، وجلد جلد 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 جلد، طب دي هي تروح فين يعني؟ احنا في زمن ربنا كتب علينا ان احنا في زمن فتن وزمن هدر الحقوق. صحيح معظم القوانين، على الاقل عندنا في مصر، معظم القوانين الاسره دلوقتي بتجابه وتعمل وتاخدي وتسوي وكذا، ويبقى الرجاله غلابه عين فيه يعني، جزء كده، في جزء كده، عشان بس مش كلهم وحشين، لا في جزء، بصوا برنسات يعني، الراجل برنس 100 100، يتحط كده يقول اه، يتشال فوق الراس. ليه؟ كافي زوجته وكافي بيته ومتحمل مسؤوليته، مش بتاع كده. انا عايز اعرف اللي بيشتم ولا اللي بهدل ده، يعني انت هتستفيد ايه؟ انت هتستفيد ايه؟ ما خربت بيتك وبوظت قلب زوجتك، وفي نفس الوقت فين العطاء يا ابني اللي هتعطيهولك؟ فين النفسيه اللي هتجيلك بيها تقول لك منكده في البيت؟ ما انا كده بسببك؟ ما هو لو مش بسببك نكلموها وننصحها، لكن لو بسببك لا، اكفيها الامان.